السلام عليكم شباب، شوكم شو اخباركم؟ شو مسوي؟ فيصل فصل الله صار معاكم اليوم، جايب لكم لعبة تكملة ماينكرافت ونكمل لعبة مرة ثانية. طيب هاي الدريشة مبطلة ترى، سكنتهم يطقونها اسهم ترى، ما ادري شلون، ما ادري اسمها حاشي ولا ما ادري. المهم نكمل اليوم شو يسمونه؟ سكايرم؟ شنو سكايرم انا؟ اللعبة هذه ماينكرافت. طبعا انا تشوف الاشياء كذا تو سوي، لان توني رحت هناك في كهف هناك تفجأ وصارت بلاوي فيني والله العظيم. صعب صعب اذا رحت بعيد، ضعت والله ضعت، ما عندي اكل ما عندي اكل، ضعت والله. هذا يوم راح اروح يقول الهدف حقي حق، يوم راح اروح نكتشف كهف، اكتشفته حالات تسمع قدام الباب ونحشت، ما نحش طق طق قاعد طق شو يسمونه، كنت وفجرته فلا وصلت. المهم خلينا مع اكل ونروح، كان خنازير مني ومني كيف طقني اقوى. تعال انت ذبحت ذيك المره بالليل طق، لاحظت هالشيء انا والله بالليل، شيء بالليل شنو يسكر بالليل ساكته يعصب بالليل ساكته، شو قاعد طق بالليل ما يطقك والله، شنو طق بالله اللي طق الحين ما يطق الحين. اوكي هناخذ ناكل معنا اكلهم، ما ودي اذبحهم، ودي اسوي لهم مزرعه. فاول شيء بسوي مزرعه احطهم داخل اسوي زنعهم بدقل حطوا يسوي جلو شنو عيد عيد شو الشوط والله شو تسويها، لكن مو شلون بالضبط ما ادري. شوف الحين احسن قبل ما اروح صح؟ خلنا نسكر اي والك، عندي وايد بايقهم كا اي بايق ايش كثر، ولا واحد سويته كلهم بايقهم عند. خلنا ناخذ بدال شنو شمعة واحدة عندي، خلنا ناخذ سوي شمعة لون شموع، نبي خشب ما عندنا خشب، خلنا ناخذ خشب شوية هني، عطنا خشب ايوه دين عاد سوي عصي شلون لا مو شي ايوه كذي تعلمت والله صرت لعيب. شوف شلون قمت احنا اسوي اشياء كذي كذي شفت وشلون بعدين ايوه صح وشويه الشمع عاد عظم عظم ايه عظم عرف كذي وعليك بس والله تعلمت صرت خبره خلينا نسوي حديقتنا يلا بشيء بعد حق الحديقه ايه وينه؟ هذا ايه كم واحدة اصلا اخذ؟ اخذ نصهم باب سو حديقة يلا هناك المكان اللي ما فيه حشيش ولا فيه حشيش احسن ما ادري ايه صدق الخرفان يمكن ياكلون حشيش ولا ياكلون ولا ما ياكلون ما ادري خلنا نسوي كذي عصاية هذي ما ابي عصاية شنو عصاية مو حاط عصيان يعني شنو ايه اوكي اوكي كذي يعني تعال تعال داخل سوي شكبه سوي مزرعة اخذ من بعد من هذا شي هذا شي ينحشون النص ما يحب حتى ينحش هذا كذي اوكي خليك داخل اطلع صدنا ودوه نسوي شي صدنا احنا خلي باب على الواجهة هني خلي باب مغباب شو مغباب لازم خلي داخل نحاش لا نحاش ادز نحاش طب لابني شنو هذا شي صح شي صحي ايه نسيت اسوي اسف خليني اسوي الاشياء هذي كذي كذي اوكي احسن كذي غلط يا عندي شو يسمونه يكسر بسرعة هذا وينه شلون يحسبونه ايضا بالضبط هذي نحط بعد واحدة لين نحط اشياء لا مو كذي شنو هذا شلون يسوون حديقه صعبه
تدري انت. والله بناء ماينكرافت صعب شوية، يبي لك التعود عليه. نسوي ان شاء الله يكون صح. ايش صح اساس اوقف فيها. ايوه يسمونه الحين نسوي بوابه. ما صارت بوابه، تسوي بوابه حق زي مع اكل. الحين اسوي ايش كثر خنازير الحين. شوف شوف اسوي مزرعه بقر. اهم شيء كيف اهم شيء اليوم ان شاء الله ان شاء الله. ما متاكد. يلا خلنا نسوي شو اسمه فعاليه كذي كذي. شوف انت بس تعلم، انت بس قاعد تتعلم زين. افا كذي شو اسوي يا اي واو هذه اتوقت. اوكي يلا خل واحد ختم. اخذتها اي اخذتها. اسوي بعد بوابتين، واحد حق خرفان واحد حق واحد حق خرفان واحد حق وين. اوكي واحد حق خرفان واحد حق بقر. سوي مزارع وكذي شغلات. شو لازم؟ يا حظ شيء مشكلة. يوم نسوي حديقة عشان الأكل، أهم شيء الأكل عشان يكون عندنا موارد. مو واحد من ناكل الكهف ما عندنا أكل. مشلو الحين حط. والله سمعت شيء حدث مش كويسة. وين؟ يا الله وزين وزين. حط الباب. ايوه يلا خلني بهم بهذا. ايون وينه؟ تعالوا الي. يلا تعال هذا. يا خلاص انت من جاي. تعال لحقوني لحقوني. انت تعال بعد. وين كل خنازير الدنيا عندي خفاف من الكوش. تعال تعال انت ميا. هذا ما يحب القش. تعال لحقوني يلا. شلون يجمع المزرعة اخطبوطات؟ لا مو اخطبوطات، خاطب ولا شو يسمونهم. تعال انت شنو؟ واحد مايا. الصوب الصوب. يلا 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 انت وحو. خلاص ما بيك انت. ما عندي ما عندي وحو. تعال انت تبدش مع ربك صح. تعال مغاطيس طنق. لا تعال ايش داخل. يلا الحين ايش يسوونه؟ كذي 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 كذي. وعد وعد وعد. كاك اكل اكل كاك. خنزير صغير بعد. ما يصير بعد؟ ما يصير. ما يصير بعد. هلا ما يصير بعد خلاص. يلا خل نسكر الباب. يلا خلاص. ايه بقتلكم صدق. وين؟ ابي لحم. يلا كافي يبتع. يلا خلنا نقتلك. شنو شنو فاضي هو يعني؟ شنو قاعد يمشي؟ عطني لحم. شنو لحم؟ وين لحمة واحدة؟ ايه بموت من اليوم والله. ما سيذبح بعد، بقى اثنين بس صغار. يعطوني شيء عشان يتزوجون بعد. هاك تزوج وانت صغار. ما سيذبح. اوكي وين الباب؟ هذا الباب. اوكي اي زوج جديد. يلا ما لحمة واحدة. ايه اتوقع تعطيني شغلات وايد كذي يعني بسرعة. ماكو شيء يا اسطى. خل ناكل اللحمة هذي اللي عندنا. وعندي فحم اطبخه. سويته كل اسبوع. ايه ما عندي. ايوه مشان اسوي تب. والله حالتنا صعبة. حالتي صعبة. ما عندي شيء. شلون؟ شلون اسوي خبز؟ والله ما اعرف شلون اسوي خبز. ما اعرف شلون سويت خبز. او في كول كول فيني كيري. شكلي كان في كول هني قريب. انطر. والله العظيم اي صدق خفت. حاول احط كاري. يا عال زين خلاص وين اكل والله؟ شنو شلون اطبخ؟ يا طافا اطب؟ لا 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 مو تعظم. مع عمود جيجون. شو الفايدة؟ يا ميت لا اكل. شو اكل؟ اي عندي لحمة. عندي لحمة صغيرة عشان اكلها. اكلها بس اشوف خلاص.
اسمع ما ينفع كذي، ما ينفع. عندي عندي شو بروح بروح بالليل. يا الله اصلا بالليل شو هذا؟ عند الكهف هناك انا بقولنا بسوي كام باليوم عند الكهف، بقعد عند الكهف و يا شلون بالليل والله. ما حكي نام بالليل شو ما ينام. ما عندي شموع انا كافي كله صوت فيه، ما عندي اطبخ ولا شيء، ما عندي خبره شو اسوي. كلت لحم زادت شويه، صار بالليل صار بالليل بس خلاص ما اعرف اسوي خبز. مشكله اعرف اني اسوي خبز يصير خلنا، ما عندي خبز يطلع شيء، ما عندي اكل ولا شيء وشيات بعد ما تسوى صح. خلنا شو اسوي يا ابو عيال بعد خليك غلط يا شو اسوي. ما كبر تنتر هاك يتزوج، ما يبي يتزوج. شو هذا يجيب عيال بعد؟ اطلع شو قاعد تاخذ شو اسوي الحل؟ والله بروح بروح صيد منك، بروح منك وبسيط. شو اسوي؟ حط شمع عشان ما اضيع، بسيط. ابدا بروح لك اي فحم فحم وي والله يصير يصير دم ما عندي وشنو عادي بروح بغامر. شنو مغامره؟ المغامره اليوم ها حاط شموع حق الكف عشان ادل. وصلت الكف بس مت منك شو صار بلاوي صارت معك. حاط شموع عشان ما نضيع، ان انا ضعت ذيك المره امنك. انت تموت انت شنو انت تعال تموت. والله لحم زين بس ما عندي شيء طبخه فيه، اسوي الفغل من هناك تعال. ما عندي سيف وايد انا والله، اكل ايك اكل وايد فيه والله زين. كلكم 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 بتضحكون تصيرون اكل حلو. زين 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 عطني ماك اكل. سمن اكلات سمن اكلات سمن يعني ستيكس مال خنزير. تخوف ما يعطي لحم، غباء خوف ما يعطي لحم. هو ضيعت ضيعت كاشة معك ما ضيعت خلاص ضيع انا اصلا، لكن الشمعة مني تقول لك سيدة يعني كاشة معك زين. بس بحط شمعات عشان يصير اسهل طريق. انا هروح وارد عليه وحارد عليه اكون عدل. ما بموت بموت خل اكل عادي. خوفان ما يسمونه مخوف هذا الخنازير. شو كتب فيه؟ حط تعال سيفي بيخلص على شو داخل. تعال يا قفزة قفزة وين؟ تعال اوقف ما اقدر اركض انا تعبان. دياي موتي يا دجاجة. شوف حاطه على طريق عشان ادل. خل نحط شموع عشان ما نضيع بعد. اوكي وين بعد سيدة؟ والله ما ادري شمعة مني شمعة من هناك. وين والله كاشة معك حط. انا ما يخلي شيء اليوم. تعالي تعالي شوف شن تعال تعالي يلا تعالي وين هذا كاكا كابلنا كالكة صلنا له هني كيف هني هذا الكهف هني خمين طاقك. أنا ما عندي وايد سيف كالكة كالكة هني ولا أنا غلطان؟ إيه كالكة هذا صرت لهني وخفت انحشت بحوني عاد ساعة وانحشت جلس انحاش. دش الكهف دش الكهف نين شكله انفجرت والله ما ادري وين. والله اسف والله اسف والله اسف والله اسف. خلاص 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 انا وايد اشوف الكلب الكلب يخرع. اطل خنطل شنو هذا؟ طالع هذول يخرعون هذول والله. انتوا تسوون؟ تعال اصعد 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 شلون؟
حركات. ايه هذا اللي يسوي قنابل، والله يسوي قنابل فجوكم. وين اخوك ولا الثاني هذا؟ ما تصعد ما تصعد ما تصعد اليوم، ما اعطاني حسافة. انت ليش ما تموت؟ انت ميت ميت اصلا. هذا كيف ولا كاكول كاكول كاكول؟ اهم شيء كول بالدنيا يا شباب، ما يصير عشان نسوي فحم ونطبخ فيه. انا شو صار من ذيك المره قاعد يم مستانس انفجرت. الله يستر الله يستر، ان شاء الله ما يطلع لنا شيء. لازم نأمل نفسنا شوية. ما اخذت فراش. قال لي خذ فراش معك. انا ما اسمع الكلام، انا اسف ما اخذت فراش. وقال لي خذ فراش معك. هسه ندش اليوم نكمل، لازم ندش نسوي. ماكو شيء، انا دشيت هنا. وين بقية الكهف؟ ذكر كان في كهف، ما يصير. كا ايرون منك، شوف ايرون كهف، هذا كهف، هذا شبه كهف يعني، مو مثل اللي تطلعونه هنا يعني. زين كهف على قدي. خل اخذ صحة شوي يعني. والله نطبخ عشان القهوة، والله نسوي له تب. هاي اسوي تب فيه، شوف نطلع معودية عشان ماكو شيء. خل اخذ تب، جيت مني انا بس انفجرت لما انه يعني بيمع وكذي. لا بس اليوم كذي وبرد، ما ميت اخاف. يطقوني ولا شيء. هذا دخلت لك، هاي دخلت لك. ناخذ شوي بقى. والله عندي الفراش الحين، نمت بسرعه عشان يصير الصبح. الله يما يما، اهم شيء الكول، اهم شيء غد، مو مثل ذيك المره يمعت هذا تغد. والله يا جماعة حين اغد. عيون بعد الحين بس ما حضر الوقت اكل واطبخ. ما ان شاء الله ندش داخل يوم، بس على طرف شوي شي عشان امل نفسنا. والله حالتنا صعبة. وين ماكو الماس قوي؟ ها صعب الليل، لا تقول صعب الليل. خلاصي بعد انا اطمع طماع اصيغ. ابي ايرون. بس خلينا نطلع. بس ما ابي شيء. حد الحين الصبح، حد الحين الصبح صح؟ صبح يعني ايش كثر صبح؟ الصبحه يعني اذن العصر؟ لا شو وين؟ لا تو الناس خلوه. بموت انا اكل شويه. انزين نكمل شوي، والله يعني تو الناس وده يمه بعد. بدش وين دخلت الكهف المساحه؟ هذا مو هني. وين دخلت الكهف المساحه؟ انا هني اضيع. انا مشكله اشياء ما اعرف. قد البيت ما اعرف. قد البيت ردت البيت صعبة. ردت شمع وضيع. هندش داخل الكهف اليوم. انت اكد انه كهف؟ يا كهف والله كهف. في وايد كاس كريتن ما بحاش. تعال انت اصعد، تعال اصعد قتول. والله في حيوان، في رجل انا وايد. اسمع اصوات، هذا يطلع منه ولا لك ابي ولاعه بحق تكول ابي ولاعه. سوي ولاعه تعلمت انا والله. هاك ولاعه، بس برد خلاص، برد البيت ما بضيع علي الولاعه، بس برد البيت و بات شغل. هذا ولاعه ولا ثانيه احتياط. ولاعه زين كثرتين نسويها ولا شيء. بس حلقة اليوم غد، لازم ان شاء الله غد، ان شاء الله غد بعد الصبح خلينا نكمل. شلون اعرف صار بالليل وانا قاعد داخل الكهف؟ والله ما تقدر تقول. انت الحين خلينا نحفظ، خلينا غد يعني يكون شغل عدل. اسمع اصوات اشياء مش كويسه. صار عندي ولاليع دم ولاعه. والله قصر هاي ما حد كيف، والله حد كيف خلاص.
رحت بيته، هاي شنو هذا؟ والله بيته، والله انك يا شلون؟ نوقد يا الله كنت طلعت نوقد بس نوقد بس بس برد برد انا اسف شاو لازم ارد لازم ارد ان شاء الله ارد ما بتروح علي والله كل مره يمنع تليفون خمس دقيقه نلعب ايش يسمونه برد برد والله شباب شنو هذا شو اسوي ما مخاطر انا دم ما عندي كلها شنو زين 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 خلقت خلقت قرمين ذول الاشياء لا ظلمت الدنيا ظلمت الدنيا ان شاء الله عندي اشياء عندي هذا انصار اشتجية قاعد بوش لين يصير الصبح والله والله اذا مو علي بقعد واطلع الحلقة فوق البوش كيف قاعد وين غدا يا غدا منك صح شمع مني يعني وين اروح كذي هذا الكهف كذي منك عكاب منك عكاب يعني منك قرية ان شاء الله اوصل ان شاء الله اوصل قلب نص يا جماعة ياه ناخذ ايه صبق خفان صبقهم يلا 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 تكفى خلنا نوصل تكفى خلنا نوصل تكفى خلنا نوصل نوصل خلنا نوصل خلنا نركز سيف 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 كا 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 تيدن سهل اكو شيء اكو شيء ابى اطمع شيء بسيط والله يا رحلة جيدة طعم النوك يا الله الله يستر عشان ما اكو حد داخل بيتي ولا يهم بيتي ولا شيء يلا يلا خلنا نصعد وناسب قسم ولك شنو اشياء ما كنت بغى بيتي بيتي طالع حاضر ايش اسوي منك يا طالع لك يا شو اسوي ساعدوني دش بس من ذاك الصوب تكفى تشوفني كريبر تشوفني تخيل اطيح باللافا لهني اسوي اكو جيجي دش داخل تكفى ايوان ايوان غزل خد شو سوونه حط كول تين تطبخ كل الاشياء اللي عندنا نعم ما اطلع ما اطلع ما اطلع لا خل امل الناس نحط شي خلاص ما اطلع لك انت اكل ما شنو ما اطلع شنو ما اطلع شنو قاعد طول هذا شو هذا وزي ما اقدر اداوم يلا شو اسوي ها كاكا لحم لحم اكله ايوه ايش اخاف اطلع سويت انا سكر سكر وين غيب اوه جاد الله تكوى لا والله تكوى لا عذبتي يا صيحه قتلي يا شباب هاي حقت لي اجابات من الكونات اعجابكم اتمنى يعني تسامحوني واعرف انا اقاضي بغى باخذها شوي ست انا اخذها لين فوق ايش داخلها على اربط شوي البيت تراب حطيت شو اسوي خوف هاي كانت حلقة اليوم اتمنى يكون اعجابكم عطني رايك بالكومنت ساعات عطني رايك واي ايش تبني ابني ايش الحل ما ادري يلا السلام عليكم حلقة طويلة شوي بس معلش يلا باي خلينا نضبط Thank you.